التيكتس اللي انا بعلقها دي المفروض ان هي بتحكي عن الجورنيز اللي انا بروحها، الرحلات، الحفلات، التيكتس الصغيره، الحاجات اللي انا بيبقى اغلب الوقت الفوتج بيبقى جاي منها وكده. انا وصلت القاهره بس ده حر شمس، اتنين صحابي، واحد في القطر وواحد جاي من مهندسين. هتبقى نزولة تانية كده ان شاء الله.